وللإضاءة على آخر التطورات ينضم إلينا مباشرة من حلب مراسلنا من هناك وليد هناي. وليد، تحدث الدكتور المسعف قبل قليل عن 15 إصابة، هل هذه الإصابات وضعها الآن مستقر؟ وماذا في تفاصيل يعني إصاباتها بشكل أساسي؟ نعم، البداية حياك الله ربا. تصعيد إرهابي كبير يأتي من قبل الفصائل المسلحة على خلفية الانتصارات التي يحققها جيش العربية السوري على محور الجنوب وجنوب الغرب من حلب المدينة. الاستهدافات هي طالت منطقة الحمدانية وصلاح الدين بكم هائل من القذائف المدمرة، منها صواريخ صناعة محلية وأخرى حمام واحد، تلك الصواريخ التي تمتاز بالدمار الشامل. هنالك عدد كبير من الشهداء، هنالك عدد أيضا من الجرحى الذين حالتهم أغلبية حالتهم هي خطرة. هنالك بتر للأطراف على خلفية الإصابات التي وجدت في صفوف المواطنين والتي استقبلتهما مشفى الرازي ومشفى الجامعة الحكومي. على العموم الحصيلة هي بارتفاع على خلفية تواجد حالات خطرة في صفوف المواطنين، حالات من الجرحى. وصلت حصيلة إلى أكثر من 10 شهداء، وهنالك إصابات أكثر من 15 جريحا أيضا مع الإصابات التي وصلت إلى مشفى الجامعة حتى اللحظات الماضية. كما ذكر رئيس الطبابة الشرعية، ليس الحصيلة خلال الشهر الحالي 147، نعم، هي ارتفعت لتصبح إلى 152 شهيدا وأكثر من 800 جريح حصيلة هذا الشهر من التصعيد الإرهابي الذي أتى من قبل الفصائل المسلحة. نعم وليد، حيث نقلت الإصابات والجرحى أساسا إلى المستشفيات التي تم ذكرها، هل كل المستلزمات الطبية الضرورية المتوفرة أو مستوجبة لمعالجة تلك الإصابات موجودة في تلك المشافي، أم أن هناك نقص في طبيعة الأدوات الطبية الموجودة؟ نعم، بطبيعة الحال الجاهزية التامة هي متواجدة بكافة المشافي سواء كان الحكومية أو المشافي الخاصة. المواد الإسعافية الأولية هي متواجدة وتتقدم بشكل سريع للمواطنين الذين وللجرحى الذين تطالهم قذائف الغدر. هنالك بحسب مدير صحة حلب مخزون استراتيجي يكفي لأشهر قادمة، يعني يكفي لأشهر قادمة من خلال الإصابات التي تستقبلها المشافي الحكومية. الكادر الطبي كان هنالك نقص في وقت سابق، ولكن اليوم أيضا الكادر الطبي هو تواجد في المشافي الحكومية، أي لا خوف من قبل المشافي على تواجد كافة المستلزمات الطبية وغيرها أيضا من الأدوية الإسعافية والتي تتواجد وتقدم بشكل مجاني أيضا للمواطنين. ويبدو بأن هذه الجهوزية التامة التي تتمتع بها المشافي قد تم استكمالها من قبل الشحنات التي دخلت إلى حلب مؤخرا، والتي لم تشمل فقط على مواد غذائية وربما خدمية، كذلك طبية، أليس كذلك وليد؟ صحيح، بحسب الشحن التي دخلت إلى مدينة حلب هي ليس فقط كما ذكرت ربا تحتوي مواد معيشية وغيرها من المشتقات، هنالك مخزون كبير للمواد الطبية، وأيضا كان قد سبقها شحنة أيضا للمواد الطبية، وليكون المخزون الاستراتيجي هو تواجد لأشهر قادمة، ليس لأيام، لأشهر قادمة. وهنالك أيضا عدد من السيارات الإسعافية هي وصلت إلى مشفى الرازي، أكثر من 7 سيارات هي تواجدت تحت الخدمة وتحت تصرف مديرية صحة حلب ربا. نعم، طيب ماذا عن زخم المعارك هذا اليوم وليد، وكيف يبدو السير العسكري على مختلف الجبهات، وخاصة نتحدث عن الريف الجنوبي والجنوب الغربي من حلب؟ نعم، عبر التقرير الذي عرض على شاشة الإخبارية السورية منذ قليل ربا، هو حاكى عمليات النصر الذي قام بها الجيش العربي السوري منذ ساعات الصباح الأولى. عدد كبير من الطلعات الجوية السورية الروسية المشتركة على معاقل الإرهابيين، الخلفية في محيط خان طومان وصولا إلى خلصة، وعدد من المحاور الأخرى، المحور الريف الشمالي لإدلب باتجاه ريف حلب الغربي، هذا المحور الذي يمد المسلحين بالأسلحة وغيرها من المواد الاستراتيجية لهم. أيضا هذا المحور هو استهدف بشكل كامل، لا سيما بأن الاشتباكات والتغطية الكبيرة التي أتت من قبل الأسلحة الثقيلة والأسلحة والسلاح المدفعية باستهداف معاقل المسلحين داخل الكليات العسكرية ومحيط الكليات العسكرية. في النسق الأول يكون النسق الثاني لوحدات وقوات النخبة في الجيش العربي السوري لتتقدم تلك الوحدات باتجاه الكلية الفنية وتسيطر بشكل
يعني ملحوظ على عدد من الكتل، كتلة المبنى الإداري وأيضا مبنى التدريب في نقطة الكلية الفنية، في حين حتى اللحظات الماضية وحدات الجيش تثبت نقاطها في هذه الكلية، بينما الاشتباكات هي كانت على أشدها بذات النقاط باتجاه كلية المدفعية وأيضا كلية التسليح، لا سيما بأن التغطية الكبيرة عبر الأسلحة الرشاشة الثقيلة هي تستهدف نقاط المسلحين ومعاقلهم داخل تلك الكليات، وأيضا تستهدف نقاط تحركاتهم في النقاط الخلفية لهم، وتستهدف أيضا الآليات الآليات التابعة للإرهابيين. على العموم العمليات المستمرة على هذا المعمر هي على هذا المحور هي بطبيعتها مستمرة، لا سيما بأن يكون هنالك نصر عظيم وكبير خلال الساعات القادمة بالنسبة لمحور الجنوب والجنوب الغرب لحلب المدينة، ولكن هنا لا ننسى عمليات النصر وعملية الطوق لمدينة حلب التي تستهدف من قبل أبطال الجيش العربي السوري باتجاه الشمال الحلبي والغرب الشمال الحلبي، أيضا باتجاه قرى حريتان وعنادان، ووصولا أيضا إلى كفر حمرة والغرب الشمال من حلب باتجاه ظاهرة عبد ربه، هذه النقطة الاستراتيجية والتي تمتاز ما أن يسيطر عليها الجيش العربي السوري خلال الأيام القادمة. تمتاز هذه النقطة بالسيطرة النارية على مصانع الليرمون وأيضا على نقاط الغربية من حلب المدينة والتي تقع تحت سيطرة المسلحين في منطقة جمعية الزهراء. نعم ربا، أشكرك حتى اللحظة مراسلنا من حلب وليد هناي، ودائما ستكونون معنا لكل جديد في المحافظة على مختلف الصعد. شكرا جزيلا لك.